كلامنا ما بينتهيش، لأننا في بلد قررت تكتب تاريخها على أرضها، فسمت شوارعها باسم عظمائها وأبطالها علشان تفضل الناس فاكراهم على مر الزمن. يلا بينا نعرف حكايتنا النهارده. حي سيدي جابر أحد أشهر وأقدم أحياء اسكندرية الحبيبة، تسمت المنطقة تيمنا بالعالم العربي جابر بن إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد الأنصاري ويكنى أبا إسحاق، ويتصل نسبه من جهة أبوه بسعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج اللي كان بويع كأول الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن انتهت بيعة سقيفة بني سعيدة بمبايعة أبو بكر الصديق. كان سيدي جابر شيخا عالما وارعا صالحا وزاهدا، أحب الناس وكتر أتباعه ومحبوه وتلاميذه اللي كانوا ينهالوا من علمه. نشأ الشيخ جابر الأنصاري في الأندلس، بعدين سافر إلى فاس ببلاد المغرب، بعدين انتقل إلى طرابلس بليبيا، بعدين جه إلى القاهرة ونزل ضيف على أحد أبناء عمومته وكانت كنيته أبو العباس، اللي هو طبعا زي ما أنتم عارفين المرسي أبو العباس، وكان رجل متصوف، فانضم إليه الشيخ جابر الأنصاري وتعلم منه. فلما مات الشيخ أبو العباس اتنقل الشيخ أبو إسحاق جابر الأنصاري لإسكندرية وباناله زاوية في ضاحية الرمل، اتحولت فيما بعد إلى المسجد الحالي، وظل الشيخ جابر مقيم في الزاوية دي حتى وفاته سنة 697 هجرية وهو متجاوز 90 سنة من عمره. يمكن نكون خلصنا حكاية النهاردة، لكن مصر حكاية كبيرة عظيمة ما بتنتهيش. سلام.